بيطلع في مجتمعنا حاجات جديدة حديثة، زي مثلا التعصب، جملة كده عشنا فيها فترة، التعصب. تعصب ايه؟ ما احنا طول عمرنا عايشين اهلاوية وزملكاوية وعايشين فل الفل وراضيين ومستمتعين مع بعض، بنتفرج اهلاوي وزملكاوي وعايشين مع بعض وفرحانين جدا جدا. النهارده الاهلي يكسب وبكره الزمالك يكسب وعادي جدا. طلع لنا فجأة كده حد قال لك التعصب، ايه يا جماعة التعصب ده بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجة وحشة وكل حاجة سيئة. ربنا يا رب يخلصنا منه، وعمالين ندي دروس وعمالين نقول وعمالين نتعلم وعمالين ننادي يا جماعة مفيش تعصب، مجتمعنا احنا مفهوش تعصب، في بعض الأقلية الناس تطلع بالشكل ده، ولكن إن شاء الله بإذن الله نمنع القصة دي خالص. طلعنا بعد كده على التنمر، إيه التنمر ده؟ تنمر، حد يتكلم على حد، حد يتريق على حد، حد مش عارف إيه، حد بتاع. كلمة تنمر دي كنا دايما بنشوفها في الدول الخارجية، كنت بسمع عنها. عندنا هنا في مصر الشعب المصري شعب طيب، إحنا هنا شعب خاص جدا، إحنا في الشعب، إحنا الشعب اللي مفيش واحد راجل كبير واحد صغير يتجاوز فيه في شارع يلاقي له 1500 اخ ويطلعوا ويساندوه ويبقى في ظهره. احنا الشعب اللي لما يحصل لسيده اي حاجه في عز النهار كده تطلع وتلاقي 1500 واحد اخوها وابنها وقريبها وكل حاجه زي ما انتم عايزين. برضو اكيد في يوم من الايام هنيجي هنخلص من لفظ التنمر، لفظ التنمر اللي بنرفضه تماما، سواء كان على مروان محسن، سواء كان على شيكابالا، سواء كان على اي لاعب باي طريقه، دي قصه بالنسبه لنا مرفوضه تماما. مرفوضه ليه؟ لا دي طريقتنا ولا دي اخلاقنا ولا ده مجتمعنا ولا دي الحاجه دايما اللي احنا بنتمنى يعني بنتمتع بيها. ولكن هي حاجات بتخش على مجتمعنا، حاجات كتيره جدا بتخش، بنحاول نصلح، بنحاول. هنصلح ازاي؟ هنصلح بالشعارات فقط لا غير؟ هنصلح ان احنا نقعد نقول كلام وفي الاخر محدش بيخش على الفيديو اللي عليه غير اللي عليه تجاوز، محدش بيقول المؤدب انت الاعلى مشاهده؟ هنصلح ازاي؟ هنصلح ازاي وكل واحد بيكتب كلمتين فيهم اساءه لاي حد بيلاقيهم بقوا ترند وبيلاقيهم فبيمشي وراهم؟ هنصلح ازاي؟ لازم نصلح كلنا مع بعض، لازم نلغي كلمه التنمر، لازم نلغي كلمه التعصب. في الاخر زي ما قلت لكم بنرفضها على شيكابالا، بنرفضها على مروان، بنرفضها على اي شخص، وبنرفضها على اي رمز بيمثلنا جوه او بره او اي شخص حتى عادي، دي مرفوضه تماما بالنسبه لنا. واحده